مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان التنمية المستدامة. كينهج المغرب سياسة محكمة للتنمية المستدامة، وهو مثال للدول المجاورة والإفريقية على الخصوص في مجالي البيئة والماء، وذلك لتجنب الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية. هذه السياسة التنموية كتسعى لتثمين الموارد وتنميتها. كيتوفر المغرب على موارد طبيعية مختلفة وخصبة، ومن أجل عدم استنزافها كيخص الانخراط في إطار تنمية مستدامة كتهدف لتطوير القدرات الإنتاجية عبر دعم البحث العلمي وتحفيز المقاولات على الاستثمار وإرساء نظام حماية اجتماعية لجميع أفراد المجتمع بدون تمييز، والعمل على الحد من الآثار الضارة للأنشطة الإنتاجية والاستهلاك على البيئة، والسعي إلى تطوير استعمال مصادر طاقة متجددة وإعادة تدوير النفايات. مفهوم التنمية المستدامة كيعني بأننا نستعمل الموارد الطبيعية بواحد طريقة معقلنة من أجل تلبية حاجياتنا اليوم من دون أن نمس بحاجيات الأجيال القادمة. شنو هي الاستراتيجية المتخذة من أجل تحقيق التنمية المستدامة؟ من أجل تحقيق التنمية المستدامة وضعت بلادنا واحد الاستراتيجية متكاملة من أجل تحقيق هذه التنمية المستدامة. بعض الأمثلة منها مثلا هو أننا خصنا نستعمل المياه بواحد طريقة عقلانية، نحد من التلوث ديالها، نحد من التلوث الصناعي، أن نديروا إعادة تدوير النفايات مثلا، ما نبقاوش غير تنزلوها في المطاريح. يمكن لنا أيضا نحافظوا على الطاقة ونستعملوا مثلا أكثر فأكثر الطاقات المتجددة كالطاقة الريحية والطاقة الشمسية. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.